السلام عليكم ورحمة الله. معلش بس حصل كهربا فصلت وجيت تاني على طول يعني. طيب إن شاء الله هنبدأ المحاضرة دي، هنتكلم عن Property اللي هي بتاعة الـ CSS Position. قلنا إن الـ CSS Position ده هو فيه مجموعة values ممكن نستخدمها عشان نحرك الـ element اللي هو بتاع الـ HTML في مكان معين. طيب عندنا في مجموعة خصائص كده، هنتكلم عن كل واحدة فيهم. في بوزيشن اسمه استاتيك، وقلت ان الاستاتيك ده هو عبارة عن البوزيشن اللي استاتيك باي ديفولت، يعني ده المكان الطبيعي اللي هو الخاص بيه الاليمنت الموجود عندك في ال HTML فايل. طيب لو جينا بصينا على الفايل ده هنلاقي فيه حاجة بسيطة قوي، في H2 اللي هو الهيدنج اللي موجود فوق ده اللي هو مكتوب فيه كلمة بوزيشن استاتيك، وبعد كده في باراجراف، وبعد كده في الديف اللي هو الكلاس بتاعه ستاتيك. ماشي، وقلنا ان الديف ده عباره عن كونتينر بيحتوي على تكست بقى او باراجراف او ايا كان الاليمنت بتاع ال HTML، بس هو عباره عن كونتينر بيحتوي الكلام ده. ممكن اعمل له بوردر، ممكن اعمل له مارجن اللي هو مسافه ما بينه وبين اي حد تاني، ممكن اعمل له بادنج اللي هو المسافه بين الكلام المكتوب جواه والبوردر نفسه. ماشي، طيب انا قمت عملنا كلاس ده عملنا كلاس للديب اسمه ستاتيك، كلاس اسمه ستاتيك. طيب انا عشان انادي على الديب ده باسم الكلاس بتاعه، هروح على الانترنال ستايل شيت واجي على اعمل افتح ستايل واقفل ستايل، وبعد كده هقول له الديب دوت ستاتيك. يعني لو لقيت عندك ديب دي اسم مسمى كلاس اسمه ستاتيك، اعمل لي الكلام ده ليه هو. طيب الكلام ده هيتعمل ايه؟ البوزيشن بتاعك استاتيك، يعني نفس المكان بتاعك اللي انت واقف فيه ما يتغيرش. وبعد كده البوردر بتاعك هتحط لي 3 بكسل على البوردر، اللي هو الحواف بتاعت البوردر نفسها تكون 3 بكسل، ويكون شكل البوردر سوليد يعني مصمت ما فيهوش اي انيميشن ولا في اي حاجه، واللون بتاع البوردر نفسه يكون اللون ده. ده اللون طبعا اللي انت لو عاوز تشوف اللون ده عباره عن ايه، فبتدخل على الكالر بيكر وتحط الكود ده وتشوف اللون ده عباره عن ايه بالظبط. هو اللون اللي انت شايفه ده كده، اللي هو الجرين او البرايت جرين اللي انت شايفه ده كده. طيب هل لو انا شلت مثلا البوزيشن ستاتيك دي هيحصل حاجه؟ يعني لو عملت ران دلوقتي مفيش اي اختلاف حصل في الاوت. ليه؟ لان زي ما قلنا ان احنا الاستاتيك دي هي اصلا الديفولت، المكان الطبيعي اللي المفروض الديف ده في الترتيب بتاعه الملف بتاع ال HTML file، ده الترتيب الطبيعي بتاعه اللي هو موجود فيه. فانا مش هغير فيه حاجه، انا لو عملت البوزيشن ستاتيك او شلتها مش هيحصل اي تغيير، لان زي ما اتفقنا ده المكان الطبيعي بتاعه، ف ده الديفولت بتاعنا يعني. طيب تعال نبص على البوزيشن الثاني اللي هو بيسموه ريلاتيف. البوزيشن اللي اسمه ريلاتيف ده شباب ده بيقول لي كده ان هو بيستخدم عشان يعمل بوزيشننج ليه الاليمنت ده تو اتس نورمال بوزيشن. يعني ايه؟ يعني لو انا عاوز احرك المكان او عاوز احرك الاليمنت من مكانه يمين شمال فوق تحت، احركه ازاي؟ لازم تخلي البوزيشن بتاعه ريلاتيف. ريلاتيف يعني ايه؟ يعني ليه علاقه بنفسه. يعني ايه ليه علاقه بنفسه؟ يعني لما تحط لي الديف في مكان معين واقول لك الليفت بتاعك 30، يعني حرك لي الاليمنت ده من الليفت للرايت برقم 30 بكسل. ماشي؟ مش هقدر احركه مكانه الا لما اخلي البوزيشن بتاعه ريلاتيف. هو نفس الديف بس خليت الكلاس بتاعه اسمه ريلاتيف. ماشي، جيت هنا على الديف دوت ريلاتيف، عملت البوزيشن بتاعك القيمه بتاعتك ريلاتيف، وبعد كده قلت له الليفت ايه ب 30. يعني ايه الليفت ب 30؟ يعني احرك الاليمنت اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي حركه برقم 30 بكسل من الليفت تو رايت. ماشي، طيب انا ما اقدرش اعمل ليفت دي الا لما يكون عندي البوزيشن بتاعي ريلاتيف عشان اقدر احركه بمكانه. طيب لو انا قمت مخلي مثلا التوب، قايل له التوب ده خليه لي ب 30 بكسل برضه، قمت قايل ايه؟ قمت قايل رن. التوب ده يا شباب هو برضه بيحرك الاليمنت الموجود عندي من فوق لتحت بالرقم بتاعي. طيب عشان تلاحظ حاجه زي كده، يعني لو انت عاوز تغير في القيمه عشان تشوف القيم دي كبيره ولا صغيره، ممكن اخلي دي مثلا ايه 100 بكسل. لو انا خليت دي 100 بكسل يبقى من ليفت كام؟ من ليفت في 100 بكسل هنا ايه؟ في 100 بكسل فاضيين، وفي من فوق 30 ايه؟ 30 بكسل من فوق لتحت. تمام؟ طيب فعشان كده بنيجي على الديف ده ونخلي الكلاس بتاعي ريلاتيف،
ماشي، وبنيجي على ال نيجي على الديف دوت ريليتيف ده ونحط البوزيشن بتاعنا بريليتيف عشان نقدر نستخدم الايه الليفت والرايت والتوب والايه والبوتوم. بس طبعا لازم يكون يعني في فرق ما بينك ما بين الديف ده، وعشان تحرك الكلام ده مثلا من التوب ب 30 بكسل مثلا لازم يكون فوقك برضه يكون بلوك ليفل اليمنت، يعني عشان تقدر تحرك الكلام ده من مكانه لازم يكون فوقك ايه بلوك ليفل اليمنت. طيب تعال نشوف كده الرول بتقول ايه. بيقول لي ان انت ممكن تستخدم في الموضوع بتاع الريليتيف ده تستخدم التوب ورايت والبوتوم والليفت بروبرتيز ماشي عشان تحرك الايه الاليمنت الموجود عندي، وخدنا المثال البسيط ده ماشي. طيب تعال نشوف دلوقتي البوزيشن بتاع الفيكسد. البوزيشن بتاع الفيكسد ده هو ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بيحط المكان بتاعه في مكان معين، يعني مثلا عندنا هنا برضو الديف اهوت حطينا فيه كلمه معينه اهيت اللي هي this div element has position fixed، وجينا هنا على الديف دوت فيكسد خليت البوزيشن بتاعه بايه بفيكسد زي ما احنا شايفين كده ماشي. لو انا عملت له مثلا بوتوم ب 0 ورايت ب 0 ويدث كذا كذا، هو ايه الفرق اصلا؟ الفرق ان فيكسد دي لو في سكرول، يعني لو في سكرول هنا في الصفحه ماشي، المكان بتاع الديف ده بيفضل ثابت زي ما هو. يعني الديف ده اصلا ظاهر تحت اهو. ليه ظاهر تحت؟ لان هنا قلت له ان البوتوم بتاعك المسافه من البوتوم، المسافه بينك وما بين البوتوم زيرو، يعني الزق الديف ده في الايه البوتوم من تحت. طيب المسافه ما بينك وما بين الرايت زيرو، يعني الزق الكلام ده في الرايت، عشان كده المكان بتاع الديف ظهر فين؟ ظهر تحت خالص كده زي ما انت شايف كده. بس لو في سكرول بقى، لو في سكرول في الصفحه ديت، يعني ايه سكرول؟ يعني لما يكون في كلام كتير موجود في الصفحه ديت وجال سكرول زي ده كده بقى موجود هنا، يبقى المكان ده هيفضل زي ما هو كده. البوزيشن ده بتاع الاليمنت ده هيفضل زي ما هو، مش هيتحرك مكانه. ليه؟ لان انت عملت البوزيشن بتاعك فيكسد وخلصت المكان بتاعه، يعني عملت له المكان بتاعه وظبطته كده في مكانه، فلما تيجي بعد كده تعمل سكرول هيبقى ثابت زي ما هو في المكان ده، مش هي ايه مش هيتغير. ده اللي هو الفرق ما بين الفيكسد والريلاتيف والايه والاستاتيك. طيب تعال نشوف الابسولوت. الابسولوت دي بقى لازم عشان تشغلها. الابسولوت دي يا شباب لو انت عندك كونتينر جوه كونتينر، يعني انت عندك ديف كبير، الديف الكبير اهو اللي هو اسمه كلاس ريلاتيف، جواه ديف تاني اسمه ابسولوت، يعني خلينا ده اسمه ريلاتيف وده اسمه ابسولوت ماشي. طيب امتى استخدم ابسولوت؟ امتى استخدم ابسولوت؟ لما اكون عاوز اخلي الديف اللي هو الصغير اللي جوه الكونتينر الكبير يتحرك بس بالنسبه لمين؟ للديف الكبير. يعني ايه؟ يعني بيتحرك بالنسبه للديف الكبير ازاي؟ يعني اخلي البدايه بتاعته من هنا، البدايه بتاعته اللي هو يتحرك من ليفت تو رايت من هنا، من توب تو بوتوم من هنا برضو ماشي. تعال نجرب كده. عندنا هنا في ديف صغير جواه اهوت اسمه كلاس بتاعه ابسولوت ماشي. هنيجي نشوف بس الريلاتيف الكبير ده هو شغال ازاي والابسولوت شغال ازاي. لازم يا شباب عشان ادعم فكره الابسولوت ديت على ديف صغير موجود جوه ديف كبير، لازم اخلي الديف الكبير ده البوزيشن بتاعه ريلاتيف. فجينا على الديف الكبير خلينا البوزيشن بتاعه ايه ريلاتيف، عملنا الويدث بتاعه ب 400 والهايت بتاعه بايه ب 200 والبروتك كذا كذا. ده الشكل اللي احنا شايفينه في فين في الديف الكبير اللي احنا شايفينه ده كده. طيب هنيجي على الديف الصغير اللي هو بتاع الاسم الكلاس بتاعه اسمه ابسولوت. هنقول له ديف دوت ابسولوت، يعني هات لي ديف اللي الكلاس بتاعه اسمه ابسولوت، خلي لي البوزيشن بتاعه ابسولوت. يعني ايه البوزيشن بتاعك ابسولوت؟ يعني لو انا حركتك من مكانك، المفروض لو انا ما حطيتش لا توب ولا رايت دي وجيت عملت ران، المفروض هيبدا من اين؟ هيبدا من الاول هنا كده. ده عشان ايه؟ عشان في تكست موجود فالديف كده بعدها على طول ماشي. طيب لو انا دلوقتي بقى ايه عاوز احركه من الليفت تو رايت، هقول له ايه؟ هقول له انا عاوزك تحرك الديف الصغير ده من الليفت، احركك مثلا 30 بكسل. هيتحرك من انهي بوزيشن؟ هياخد البوزيشن اللي هو البدايه بتاعتك هي الديف الكبير اصلا، ويحركك من ليفت تو رايت بنسبه ايه 30 بكسل زي ما انت شايف كده. طيب لو انا قلت لك مثلا دلوقتي التوب بتاعك انا عاوزه يكون 50 بكسل، جيت عملت ران، هتلاقي ان هو بيتحرك من بيتحرك من البوزيشن اللي هو ريلاتيف تو الديف الكبير بنسبه 50 بكسل. يبقى انت عندك 50 بكسل هنا فاضيين اللي هم ايه اللي هم الباينين دول
تمام. طيب لو انا طبعا لو انت غيرت طبعا في القيمه الموجوده هنا كده اللي هي 80 بقى بيكسل، المفروض هيتحرك برضه بنسبه 80 بيكسل، يبقى هنا في نسبه 80 بيكسل، هنا بنسبه ايه 50 بيكسل. طيب ليه اتحرك بالنسبه للديف الكبير؟ لان الديف الكبير ده هو ريليتيف والديف الصغير هو ابسوليوت. فانت لو عملت الحركه دي والاثنين ديف جوه بعض معناه انك بتحرك الصغير ريليتيف تو الايه الاكبر، ماشي. طيب لكن الحته بتاعه المره اللي فاتت اللي هي اللي هو لو انت عندك بقى الريليتيف دي، الريليتيف ده بيحركه الى يعني لو انت عملت الليفت 30 بيكسل ده بيحرك البوزيشن بتاعك بتاع الديف ده ريليتيف تو الايه ريليتيف تو الدوكيمنت كله، يعني ريليتيف تو الدوكيمنت كله اللي هو بيبدا منين؟ بيبدا المفروض من بدايه الدوكيمنت البادي بتاعك. يعني مثلا لو انا جاي هنا قمت قايل للتوب بتاعي ب 200 او 300 بيكسل مثلا، قمت قايل له رن، اللي حصل هنا ان هو حركه منين؟ حركه من التوب بتاعي، التوب ده اللي هو الدوكيمنت اساسا اللي هو شغال عليه، والليفت ال 30 بيكسل كده حركه من مين؟ من الدوكيمنت برضه، يعني من الاساس بتاع الملف نفس اساس البادي نفسه اللي شغال عليه، لان هنا بقى مفيش ايه؟ مفيش حاجه اسمها ابسوليوت، مفيش حاجه اسمها ايه؟ ريليتيف مع بعض، لا هي ريليتيف بس، فريليتيف بس كده بيحركوا ايه؟ من النورمال بوزيشن اللي هو موجود فيه. طيب كلمه ستيك دي لو احنا جينا بصينا عليها، يعني مثلا مثال زي ده كده، لو انت عاوز تحط مثلا حاجه في ديف زي ما انت شايف كده، وجيت عملت سكرول بس عاوز الحاجه دي اول ما توصل لفوق تقف زي ما هي كده والباقي يكمل عادي، يعني ما تروحش ما تختفيش زي الايه زي الباقيين. هنعملها ازاي؟ ممكن تيجي على الديف اللي انت شغال عليه مثلا اللي هو اسمه اهو، الديف اسمه الكلاس بتاعه اسمه ستيكي ام ستيكي، ماشي. وقلت لك جيت على الجزء بتاع الستايل وقلت لك الديف دوت ستيكي ده اعمل البوزيشن بتاعي. طبعا عملنا حاجه زي كده ليه؟ لان ده مش متوفر في كل البراوزرز، فبنعملها بالبراوزر، يعني بيعملها بقيمه تدعم البراوزر اللي انت شغال عليه. عملنا كده ايه داش ويب كيت ستيكي، يعني خلينا البوزيشن بتاعه ايه ستيكي بس بشكل مختلف شويه، لان ايه؟ لان في معظم البراوزرز ما بتدعمش حاجه زي كده. فانت لو عاوز البراوزر تدعم حاجه زي كده فبتحط الايه الحاجه الخاصه بيها، فقلنا هنا داش ويب كيت ستيكي، ماشي، عشان يشغل ستيكي دي. فبعد كده قلت له البوزيشن بتاعك ستيكي عادي جدا، ماشي. لو دي ما اشتغلتش دي تشتغل، لو دي اشتغلت لو دي ما اشتغلتش دي تشتغل، يعني هما الاثنين اصلا لنفس الهدف يعني. وبعد كده قلت لك التوب بتاعك بايه بزيرو، ماشي، يعني ما تخليش حاجه ما بينك وما بين الحاجه اللي فوقك على طول. والبادنج بتاعتك بايه ب 5 بكسل، يعني المسافه ما بينك وما بين الكلام نفسه وما بين الحاجات اللي حواليها تكون 5 بكسل. والباك جراوند كلر اللي هو اللون اللي انت شايفه ده كده، والبوردر بتاعك يكون 2 بكسل في الـ يكون مصمت يعني 2 بكسل، واللون بتاعه ايه زي ما احنا شايفين كده. لو احنا جينا عملنا سكرول يا شباب هتلاقي ان انت عندك الجزء ده وقف فوق ما نزلش او ما اختفاش زي التكست اللي احنا ايه اللي احنا خفيناه من شويه، ماشي. فده اللي هو ايه لو انت عاوز تستخدم الايه الاستيك. يعني نرجع سريع على الموضوع، الاستاتيك ده الديفولت بوزيشن اللي هو اي اليمنت موجود في اي مكان طبيعي، ده اللي هو الديفولت بتاعه. والريليتيف ده انت بتحرك الاليمنت بتاعك تو اتس نورمال بوزيشن، يعني على حسب البوزيشن اللي موجود فيه بتحركه ازاي. لو عملت ليفت 30 بيكسل يبقى انت بتحركه من مكانه من ليفت تو رايت ب 30، لو عملت توب 30 بيكسل يبقى انت بتحركه من مكانه ينزل تحت بنسبه ايه؟ بنسبه 30 بيكسل. وبعد كده لو جينا على الفيكسد ده انت بتحط الاليمنت بتاعك في مكان معين باستخدام البوتوم والرايت والتوب والليفت برضه، بس لو حطيته في المكان ده مش هيتحرك نهائي بعد كده، يعني خلاص هتحطه في مكان مش هيتحرك خالص. بعد كده الابسوليوت ده انا بستخدمه لما يكون انا مستخدم مثلا حاجتين جوه بعض، بخلي الحاجه الصغيره ابسوليوت واخلي الحاجه الكبيره ريليتيف، فالصغير بيتحرك بالنسبه لمين؟ بالنسبه للكبير اللي موجود عنده، طبعا باستخدام برضو التوب والبوتوم والايه والرايت والليفت. والستيك ده انا بستخدمه لما اكون عاوز مثلا حاجه تقف فوق كده على بدايه الصفحه ما تختفيش زي ما التكست ده كله ايه اختفى عندي، تمام كده. طيب
تعال نشوف بعد كده في حاجه اسمها زد اندكس. الزد اندكس دي يا شباب لو انت عاوز مثلا عندك مثال في تكست زي ده كده والصوره وحطيت صوره والصوره اختفت ورا الايه ورا التكست، انت عاوز تخلي الصوره دي يكون فوق الايه فوق التكست، تعمل ايه؟ فانت عندك اصلا حاجه اسمها زد اندكس انت ممكن تستخدمها بقيمه معينه كده ماشي. لو انت عاوز تخلي الايمج دي تكون في الخلفيه او تكون ورا الكلام الموجود فانت ممكن تخلي زد اندكس بتاعها بقيمه اقل من الزد اندكس بتاع الهيدنج والتكست. طيب وايه الديفولت فاليو اصلا للزد اندكس؟ الديفولت فاليو زد اندكس اللي هي قيمتها مثلا بواحد ماشي. فانت لو خليت الزد اندكس بماينس 1 للايمج كده معناه ان الكبير هو اللي بيظهر فوق والصغير هو اللي بيظهر بعده، هو اللي بيظهر ايه في الخلفيه. فانت لما تخلي الايمج بتاعتك بماينس 2 كده انت خليت الصوره تظهر ورا. طيب لو انا قمت مخلي مثلا الزد اندكس دي ب 10 قيمه بوزيتيف كبيره كده هتلاقي ان الصوره بتاعتك ظهرت فوق الايه فوق التكست الموجود عندك. فانت في بعض الاحيان بتبقى عاوز ايه ان انت لو حطيت مثلا ادي هيدنج اهوت ظهر وبعد كده حطيت ايمج عشان الايمج ديت اصلا ان لاين ايليمنت مش بلوك، يعني ان لاين يعني بيظهر في وسط الكلام كده. طيب وبعد كده عملت باراجراف برده الباراجراف هو عباره عن لاين وقفلت الباراجراف بتاعي فلقيت ان الصوره بتاعتي جيت في الخلفيه. يعني انا لو ما عملتش الكلام ده خالص قمت قايل له ايه قمت قايل له ران باي ديفولت كده هتلاقي ان الصوره اصلا ظاهره فوق، يعني ظاهره فوق الكلام ده كله. فانت بقى لو عاوز تخليها تكون ورا الكلام ده كله هتقول له زد اندكس بتاعتك بماينس ايه بقيمه ماينس وخلاص، اي قيمه ماينس هتلاقي ان الصوره بترجع ورا الايه ورا الكلام الموجود عندك. فدي معلومه لو انت عاوز ايه تستخدمها عشان لو حطيت بعض الحاجات ولقيت ان في حاجه طالعه في حاجه ثانيه فانت عاوز تخليها وراها فانت ممكن تستخدم الجزء ده. حاجه بقى زي دي كده انت عندك كذا ديف، عندك ديف اللي هو البوردر بتاعه اسود والبوردر ده والديف ده اللي هو الجري والبوردر ده اللي هو اللون الاخضر ده، وعاوز تخلي بقى حاجه تطلع في حاجه ثانيه فتعمل الكلام ده ازاي؟ في عندك مثلا كونتينر يحتوي الكلام ده كله اللي هو الايه اللي هو اسمه اللي هو اسمه كونتينر يعني، وفي ثلاثه ديف جواه. الديف الاولاني اللي هو اسمه بلاك بوكس، فين البلاك بوكس اللي هو البوردر بتاعه الاسود، والجري بوكس اللي هو ده ماشي، والجرين بوكس اللي هو ليه اللي هو ده. طيب انت لو ما عملتش اي حاجه خالص في الزد اندكس، يعني لو ما عملتش اي حاجه خالص هتلاقي ان كل واحد ايه واخد البوزيشن بتاعه الطبيعي بتاعه يعني حسب بقى مين اللي جه الاول يعني. طيب انت عاوز تخلي مثلا البلاك بوكس ده يظهر ورا كل الكلام ده، فهنيجي على الكلاس بتاع البلاك بوكس هنخلي الزد اندكس بتاعه كام؟ هنخلي الزد اندكس بتاعه بايه؟ واحد. طيب والجري بوكس عاوز يظهر فوق مين؟ فوق البلاك بوكس، فهخلي زد اندكس بتاعه بكام؟ بثلاثه. وعاوز الجرين بوكس ده يظهر ايه؟ يظهر ورا الجري بوكس كمان هخلي الايه؟ الزد اندكس بتاعه بكام؟ باثنين. يعني الترتيب ازاي هيبقى عامل ازاي؟ الترتيب ان انت عندك اول واحد هيكون ظاهر قدامك اللي هو مين؟ اللي هو رقم ثلاثه، اللي هو الجري ده هيكون ظاهر فوق كله، يعني هتلاقي تلاحظ ان هو باين فوق الجري فوق الجرين ده وفوق كمان مين وفوق الايه الكبير اللي هو البلاك بوكس ده. طيب تاني واحد تاني بوزيشن موجود عندك اللي هو مين اللي هو الجرين ده هتلاقيه ظاهر فوق مين فوق البلاك بوكس بس ماشي عشان واخد رقم 2 واللي واخد رقم 1 مين اللي هو البلاك بوكس هتلاقي كل ده هتلاقي البلاك بوكس ده كلهم ايه البلاك بوكس ورا كله عشان كده الزد اندكس بتاعته بكام ب 1 بس ماشي. ده الاستخدام بتاع مين؟ بتاع زد اندكس عشان تخلي حاجه تبقى ظاهره في حاجه ثانيه. طيب تعالى دلوقتي ناخد حاجه برضو مهمه اسمها الفلوت. الفلوت دي يا شباب بستخدمها في ايه؟ لو انا عندي مثلا صوره عاوزها بدل ما هي تظهر باي ديفولت في الليفت، لا انا عاوزها باي ديفولت تظهر فين؟ في الرايت. يعني مثلا نفس الشكل اللي احنا شايفينه ده كده، عملت هنا مثلا هيدنج وعملت باراجراف وبعد كده في باراجراف وحطيت ايمج زي ما انت شايف كده. لو انا ما خليتش الفلوت بتاع الصوره ده عملته كده رن الاقي ان الصوره جايه في الليفت كده والتكست جه بعدها على طول. طيب انا عاوز اخلي الصوره دي تيجي في اليمين والكلام يجي ايه والكلام يجي في الشمال. طيب هنعمل ايه؟ هاجي على الايمج واخلي الفلوت بتاعها بايه الفلوت بتاعها برايت، يعني خلي لي الصوره فين؟ خلي لي الصوره في اليمين زي ما احنا شايفين كده ماشي كده يا جماعه. طيب
فدي حاجة بنستخدمها. الفلوت ليفت بقى بنستخدمها في ايه؟ الفلوت ليفت يا شباب لو انا ما عملتش فلوت ليفت دي وقلت له ران، يعني ما عملتش اي حاجة وعملت وحطيت ران، هتلاقي ان الصورة، يعني الصورة اللي انا عملتها ديت اللي هي في وسط الباراجراف ماشي، هتلاقي ستايل ويدث بتاعها 170 والهاي ب 170 والمارجن رايت ب 15 بكسل، لقيت ان الصورة واخدة مكان لوحدها والتكست جه بعدها ونزل ايه، نزل تحتها كده. انا عاوز اخلي الصورة دي تبقى في الليفت زي ما هي كده والباقي يجي يلزق فيها، الباقي او الكلام ده كله يجي يلزق فيها برضو في الليفت. فاعمل الكلام ده ازاي؟ اقول له هنا ايه، انا عاوز الفلوت بتاعتي ليفت، واي حاجة تيجي بعدك، اي حاجة تيجي بعد الاليمنت ده الزقها برضو في الليفت. ده اللي بيحصل بالظبط في الحالة دي، ان انا لو خليت الايمج بتاعتي الفلوت بتاعها ليفت يبقى الصورة بليفت، واي حاجة تيجي بعدها زي التكست اللي انت شايفه ده كده برضه هيجي فين؟ هيجي في الليفت بتاع مين؟ بتاع الصوره، الجزء الفاضي اللي موجود عندك، ويكمل الشكل زي ما انت ايه؟ زي ما انت شايف كده. فالفلوت دي حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا ان انت تستخدمها لو انت عاوز تخلي الصور في اليمين مثلا والتكست في شمالها، او تخلي الصور في شمال والتكست في اليمين. فانت ممكن تستخدم بقى فلوت ليفت ورايت وتجرب وتشوف ايه المناسب اللي انت ايه ممكن تستخدمه في حاجه زي كده. تمام كده يا جماعه؟ ديت اهم حاجه في الموضوع ده. طيب هنا برضو لو انت عاوز عندك كذا ديف، يعني لو انت عندك الديف اللي هو اي ديف ملي فلوت بتاعه بليفت وبادنج بتاعه كذا، لكن لو انت عندك مسميات معينه ديف 1 و2 و3، عندك هنا ديف 1 اهوت و2 و3 ماشي، عاوز اخلي الديف 1 ده يكون الباك جراوند بتاعته ريد ماشي، والديف 2 يكون الباك جراوند بتاعته يلو، والديف 3 يكون الايه الباك جراوند بتاعته جرين، وخليت كل الديفات الموجوده عندي الفلوت بتاعها ليفت ماشي. لو انا ما عملتش الجزء ده كده، او لو انا شلت كلمه فلوت دي وعملت ران، هتلاقي ان الديفات بتظهر فوق بعض، لان ده الطبيعي ان هو كل واحد بياخد مكان خاص بيه لانه هو عباره عن بلوك ليفل اليمنت يعني. طيب انا لو عاوز اخلي الديفات دي تكون جنب بعض من الشمال ليمين، فهعمل ايه؟ هعمل الحركه دي، هقول له الفلوت بتاعك بليفت. يعني ايه الفلوت بتاعك بليفت؟ يعني خلي لي الفلوتنج بليفت لكل الديفات الموجوده عندك، ده يبدا بالليفت والتاني يجي يلزق بعده في الليفت، وده والتاني يجي يلزق بعده في ايه؟ في الليفت برضه. فلما اجي اعمل ران كده هتلاقي ان الديف الاولاني اخد جزء خاص بيه، التاني جه لزق فيه من الليفت، والتالت جه لزق فيه من ايه؟ من الليفت الموجود عندك. طيب انت ممكن بقى دلوقتي تاخد كل ديف من ده وتحط له كل الخصائص بتاعته. انت عاوز تخلي الويدث مثلا بتاع ده يكون كام؟ يكون مثلا 60 بكسل مثلا. يعني دي بقى حاجه انت ايه بتعدل فيها بقى، وتخلي الويدث بتاع ده مثلا انت 100، وتخلي الويدث بتاع ايه كذا. طيب بستخدم الديف ده في ايه؟ بستخدم الفلوت دي في ايه؟ بستخدم لما عاوز اعمل مثلا منيو. يعني هاخد مثال دلوقتي معاك على منيو، ازاي اعمل منيو بالطريقه ايه؟ بالطريقه بتاعه الفلوتنج دي ماشي. طيب نركز بقى دلوقتي، ناخد المثال بتاع النافيجيشن. لو عاوزين نعمل حاجه زي كده يا شباب، يعني منيو كده في الصفحه يكون فيها مثلا هوم نيوز كونتاكت او حاجه زي دي كده، او حاجه زي دي كده، هناخد الامثله دي ونشوفها. هو الموضوع بسيط قوي، يعني انت بتبدا البدايه بتاعتك اصلا بيبقى عندك اساسا يو ال ليست، يعني بيبقى عندك ان اوردرد ليست فيها مجموعه ليستات زي ما انت شايف كده، هوم نيوز كونتاكت اباوت، وتبدا بقى انت ايه تعمل شويه ديزاين على الكلام ده عشان يظهر بالشكل انت ايه اللي انت شفته فوق. طيب فهتيجي على اليو ال اللي هي الان اوردرد ليست دي، تخلي الليست ستايل تايب بتاعها بايه؟ بنان. ليه هنخلي الليست ستايل تايب بنان؟ عشان نشيل النقط دي، في نقط هنا عاوزين نشيلها اول حاجه. طيب تاني حاجه عاوزين نخلي المارجن بزيرو والبادنج بزيرو عشان ما يبقاش في مسافه هنا من الـ من الـ من الشمال ومسافه من فوق، عاوزين نشيل المسافات دي. نيجي نشوف كده ايه اللي حصل. هتلاقي ان انت عندك ادي الهوم والنيوز والكونتاكت والاباوت بقوا ملزوقين في الشمال كده، ومفيش اي مسافات خالص، ومفيش اي نقط موجوده لان شلناها ماشي، ده اللي احنا زودناه بس الحاجه البسيطه. طيب تعالى نكمل. لو احنا عاوزين نعمل بقى فيرتيكال حاجه بالشكل ده كده، فيرتيكال او هوريزونتال نافيجيشن، يعني ممكن حاجه زي كده او حاجه ايه او حاجه زي كده. لو انت عاوز تعمل حاجه فيرتيكال زي دي كده، تعالى نشوف الكود بتاعها عامل ازاي. الكود بتاعها كامل هنا كده اهو ماشي. تعالى ايه نشوف ايه الكونتنت اللي تحت. عباره عن ان اوردرد ليست، حطينا فيها مجموعه ليست
ده اسمه هوم ماشي، وده اسمه نيوز، وده اسمه كونتاكت، وايه اسمه اباوت. طيب هنلاحظ ان اول واحد بس ليه ديزاين خاص بالباقي، يعني خاص بيه مختلف عن الباقي، فهنعمل له كلاس خاص بيه كده اسمه ايه، اسمه اكتف ماشي. اتش ريفرنس هوم دي معناها ان تروح لايه، صفحه اسمها هوم، يعني لو حد كليك عليك يروح لصفحه هوم، صفحه الصفحه الرئيسيه بتاعتك. طيب والباقي اسمه ايه، والباقي عادي جدا، روح لصفحه نيوز، روح لصفحه الكونتاكت، روح لصفحه الايه الاباوت. تعال نشوف الديزاين بقى ايه اللي عمل الجزء ده. هتيجي فوق على اليو ال، اليو ال كلها اللي هي الان اوردرد ليست اللي شايله الليستات كلها. اول حاجه نعملها ليست ستايل تايب بنن، يعني شيل النقط اللي كانت ظاهره جنب الايه، جنب الكلام الموجود ده. طيب مارجن بليفت، مارجن بزيرو، وبادنج بزيرو، معناها ان ما تخليش مسافات خالص ما بينك وبين اي حد. طيب الويدث ب 200 بكسل، يعني الويدث بتاع اليو ال ليست ده ب 200 بكسل زي ما انت شايف كده. الباك جراوند كولر اللي هو الكولر اللي هو الجري اللي انت شايفه ده الكولر الجري اللي هو اللي انت شايفه اصلا في الخلفيه دلوقتي. طيب تعالى بقى عند اللينكات نفسها، يعني دلوقتي احنا دخلنا على الليستات، في لينكات جواها، اللينكات اللي جوه دي كان ليها خصائص معينه عاوزين نشيلها. الديسبلاي بتاع اللينكات ده هنخليه بلوك لانه اصلا هو ان لاين، احنا عاوزين نخليه بلوك عشان يظهر في مكان خاص بيه، يعني كل واحد يكون ليه سطر ايه خاص بيه لوحده كده. الكلر بتاع التكست الموجود جوه كل لينك يكون لونه اسود زي ما انت شايف كده، او نيوز والكونتاكت والاباوت لونهم اسود. طب الهوم ليه مش لونه اسود؟ لان الهوم اصلا ليه ديزاين خاص بيه هنشوفه دلوقتي. طيب البادنج ب 8 بكسل فروم توب وبوتوم، و16 بكسل فروم ليفت وايه ورايت ماشي، 8 بكسل فروم ليفت ورايت، و16 بكسل 16 بكسل ديت فروم ايه فروم ليفت ورايت، و8 بكسل ديت فروم توب وايه توب وبوتوم. هتلاحظ ان عندك كلمه نيوز دي في 8 بكسل فوق يعني فوق كلمه نيوز نفسها، المسافه ما بينها وبين البوردر على طول في 8 بكسل فاضيين، في تحت كمان 8 بكسل ايه فاضيين اللي هو الجزء الاسود اللي تحت كلمه نيوز دي من فوق تحت، و16 بكسل بقى من الشمال، دي 16 بكسل من الشمال فاضيين، وطبعا الباقي من اليمين لان مفيش اي كلمه مكتوبه هنا خلاص، هو ايه ده يعتبر ان ده كله فاضي يعني. طيب التكست ديكوريشن بنون، التكست ديكوريشن ديت معناها اللي هي السطر الخط اللي بيبقى تحت كل كلمه، يعني كلمه نيوز وكونتاكت واباوت بيبقى تحتها خط كده لان انت عاملها لينك اصلا، فطالما انت عاملها لينك فبتظهر اوتوماتيك بيبقى تحتها خط. طب احنا عاوزين نشيل الخط ده، بيتشال باستخدام البروبرتي اللي اسمها تكست ديكوريشن. طيب هنا بقى بقول له ايه، انا عاوز دلوقتي اقف على كل واحده من دي واللون يتغير زي ما انتم شايفين كده. لو انا قلت له كده ادخل لي على ليست الاي دوت اكتف، يعني ايه الاي دوت اكتف؟ بص كده هتلاقي عندك كلاس اسمه اكتف، انا عاوز دلوقتي اخلي الاكتف ده اللي هو اول واحد ده بس الباك جراوند كولر بتاعه باللون ده، يبقى اللون الاخضر اللي انت شايفه ده كده هو اللون اللي انت شايفه ده، والكولر اللي هو لون التكست يكون بايه بالوايت اللي هو لون كلمه هوم يكون بالابيض زي ما انت شايف كده. طيب بعد كده عاوز اعمل شويه حاجات، لو انا وقفت على الكلمات الباقيه دي كلها ما عدا مين، ما عدا الهوم، يحصل تغيير في الباك جراوند كولر، يحصل تغيير في اللون نفسه بتاع الكلام، بدل ما هو اسود يكون ابيض زي ما انت شايف كده. طيب اعملها ازاي؟ هقول له هنا ال ال اي، ادخل جوه ال ال اي هتلاقي عندك حاجه اسمها لينكات الايه، اللينك ده لما يكون هوفر، يعني لما يكون انت واقف عليه كده، ده معناه كلمه هوفر، بس شيل منه بس، يعني هتعمل لي كل هتعمل لي خصائص بس، هتشيل الخصائص ديت من مين؟ نوت اكتف، يعني مش هتطبق الكلام ده، مش هتطبق الكلام ده على مين؟ على الاكتف او الكلاس اللي اسمه اكتف اللي هو بتاع الهوم نفسه، تطبق الكلام ده على مين؟ على تاتل بس. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل انت بتقول لي هنا الباك جراوند كولر بتاعتك باللون ده، لما تيجي تقف ده تقف كده، لما انا وقفت كده بالشكل ده كده بقى اللون بتاعه شكل عامل ازاي، بقى لون ايه اللي هو الاسود الجري ده اللي هو اللون ده. طيب والكلر بتاعك بوايت، اه فعلا التكست بتاعك اتحول الى كلر بايه بوايت زي ما احنا شايفين كده. بدأ يا شباب ده طريقه مبسطه جدا عشان تعمل منيو بسيطه، المنيو دي مكونه من اربع تابات زي ما انت شايف كده. لازم نخلي اليو ال يبقى جواها ال اي، وكل وداخل كل ال اي هنحط ايه، هنحط اللينك بتاعنا. نبدا نعمل بقى الديزاين بتاعنا، قلنا اليو ال ديت ليها ديزاين خاص بيها، والاي وهي في حاله الثبات كده او حاله الطبيعيه بتاعتها ليها شكل معين، وفي حاله لو انت وقفت عليها ايه اللي يحصل ماشي، ده في حاله اصلا الاي دوت اكتف اللي هي اول واحده بس، وفي حاله لو انت وقفت عليها بقى بس نفذ لي الكلام ده على كله ما عدا اول واحده بس اللي هي اللي الكلاس بتاعها اسمه اكتف. فطبعا انا شايف الموضوع ايه بسيط، مفيش اي مشكله هنا.
طيب لو انت عاوز تعمل الـ horizontal navigation هي بالشكل ده كده، هنلاحظ هنا ان في كلمه about على اليمين لوحدها والباقي على الشمال. ماشي، تعالى ناخد الاكزامبل اللي هو الكبير اللي فيه كل حاجه. ده اكزامبل اهو شباب، وقفت على الهوم. ماشي، تحس ان اللون اتغير شويه سنه بسيطه يعني، ونيوز والكونتاكت، وهتلاقي كلمه about على اليمين هو نفس الكلام بالظبط، بس هعمل حاجه بسيطه، حاجه بسيطه جدا، هخلي ال LI بتاعتي الفلوت بتاعك بايه؟ بليفت. يعني بدل ما الكلام، بدل ما ال LI تحت بعضها اعمل الفلوت بليفت، فيخلي كل حاجه جنب جنب بعض. يعني لو شلت كلمه فلوت بليفت ديت وقمت قايل له رن، هتلاقي ان ايه الشكل ظهر بالشكل اللي انت شايفه ده كده، لان انا عامل الهوم، انا عامل كل واحده من ديت الويتس بتاعها واخد ال 100% من الصفحه. ماشي، فانا دلوقتي عاوز اخلي الكلام ده كله يكون فلوت ليفت، فهخلي كل الكلام ده هيبقى ايه لازق في بعضه من الليفت تو رايت يعني، فده هيبقى واخد الليفت، وبعد كده ده هيبقى واخد الليفت برضه، وده ياخد الليفت وده ياخد الليفت، كله هيبقى لازق في بعضه ايه من ليفت تو رايت. طيب ليه كلمه اباوت دي جت على اليمين؟ لان هنا انا عملت حاجه خاصه بيها، قلت له الكلاس بتاع الكلام ده اسمه اكتف، وعملت هنا في الستايل بتاعها الفلوت بتاعها رايت، يعني دي بس الوحيده اللي الفلوت بتاعها رايت على اليمين، والباقي كله ايه الفلوت بتاعه ليفت زي ما انت شايف كده. وطبعا اليو ال نفس الكلام، والال اي لينكات في الحاله الطبيعيه نفس الكلام، والهوفر برضه نفس ايه نفس الكلام. يعني الاختلاف الوحيد هنا ان انت خليت هنا ال اي فلوب بتاعها بليفت، ماشي، والاباوت ديت خليت الفلوب بتاعها بايه برايت، وخليته في الايه في الان لاين. تمام، بس الحاجات دي اللي احنا اللي هي الحاجات المهمه اللي احنا ممكن ناخدها في سي اس اس. ممكن تكمل بقى الباقي زي ما انت عارف، طالما انت اخدت الحاجات الاساسيه ديت لحد هنا كده، الحاجات الباقي دي كلها اعتمادا على الحاجات الايه اللي انت اخدتها اصلا، فانت ممكن تكمل الكلام ده ايه لوحدك يعني. طيب ناخد بريك بس 5 دقائق ونبدا على طول في البي اتش بي.